لتحقيق حل سياسي في سوريا وتسوية سياسية في سوريا ومنع سقوط سوريا في يد أمريكا وإسرائيل والتكفيريين. هذه معركة فلسطين، هذه معركة القدس، هذه معركة المسجد الأقصى. نصر الله. الرد السوري على العدوان الإسرائيلي كان استراتيجيا بإحباط هدف العدوان وتأكيد دعم المقاومة ومدها بأسلحة نوعية كاسرة للتوازن. في يوم النصر على النازية، بوتين يؤكد أنه سيورث أحفاد روسيا النصر من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار للإنسانية. سوريا ترحب بالتقارب الأمريكي الروسي في تبني الحل السياسي للأزمة في سوريا. اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي للحل تلتقي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وتؤكد أهمية دورهم في تربية أجيال الغد. بواسل قواتنا يقضون على أعداد من عصابات الإرهاب ويضبطون كميات من الأسلحة والأدوات الطبية المسروقة. وقوات حرس الحدود العراقية تحبط محاولات تهريب شاحنة محملة بالأسلحة إلى سوريا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. مساء الخير.